عندك بعد مال خمس ثواني محطتنا اصلها هنا هي لوجستي، لوجستي لكل المتظاهرين. يومي عندنا وجبه عشاء، تجهيز بطانيات، الضيافه، الاغاثه، الادويه، الملتزمات الطبيه، احنا ما منقطعين من يوم 24 هذا اليوم. مستمرين ان شاء الله لحد تحقيق المطالب، وما عندنا اي تفاوض ويا اي جهه، وما يعني ضد التفاوض، واي منظمه مجتمع مدني تتفاوض على دماء الشهداء احنا وياها ما نقول قانونيا، نقول عشائريا ومتظاهريا. اي منظمه واي ناشط مجتمع مدني يتحدث باسم المنظمات ما مسموح له، احنا هنا الموجودين. انا امثل شبكه بغداد، شبكه بغداد تضم اكثر من 120 منظمه، وهاي الخيمه التابعه لي، واكو خيم بعد اللي قدام موجوده. فاحنا ما نقبل اي واحد يساوم على دماء الشهداء كائن ما يكون، ولا نرفض منظمات المجتمع المدني اللي تشارك بتصحيح الدستور، تعديل الدستور او تصحيح الدستور. ماكو، احنا تفاوضنا ان شاء الله بعد اقاله رؤساء الثلاث. احنا اليوم الوعي الثقافي هو اللي موجود حاليا بالشارع وبشارع ساحه التحرير والمتظاهرين، الوعي الكامل عندهم الحمد لله والشكر، والوعي الثقافي هو اللي مسيطر اليوم على الشارع، فهو هذا اللي اذا نحث عليه انه يحافظون على سلميتهم ويحافظون على ثقافتهم ويحافظون على كل الممتلكات الموجوده. الحمد لله مستمرين الى أن تتحقق كل المطالب إن شاء الله. الحقيقة بالبداية كانت المطالب اللي نحتاجها هي الإصلاح، يعني احنا ردنا إصلاح من الحكومة العراقية أنه تنطي حق الشعب العراقي، لكن اليوم بعد ما صار بها قتل وراح بها شهداء، لا اليوم المسار تغير. الحكومة اللي تسرق شعبها واللي تقتل شعبها ما تصلح أنه تكون قادرة على حكم هذا الشعب العظيم. احنا بعد جاوزنا مرحلة المطالب، مطالب ما نريد، احنا نريد هبة وطن، وطن منهوب. الشعب العراقي بأكمله، كل شرائح المجتمع العراقي طالع على التظاهرات تريد وطن. احنا هذول السياسيين الفاسدين باعوا وطننا، نهبوا وطننا، قتلوا شبابنا، يعني شكو شيء سيء سووه بالعراق. لذلك احنا نريد العراق تسترجع الوطن وحضارة العراق. حضارة العراق عمرها 7000 سنة، ذولا شوه سمعة العراق. لذلك احنا نطالب ان كل المسؤولين موجودين بالعملية السياسية والاحزاب تخرج، ما نريدهم بعد، لان ذولا اساءوا. انه مطالب بعد ما نريد، احنا نريد عراقنا حتى لو يعطونا يا تراب احنا قابلين، احنا عيده. تحية حب واجلال الى شهدائنا الابرار ولا جرحانه. احمل المسؤوليه الى السياسيين الفاسدين، هم قتلوا ابنائنا. لا يوجد قائد حقيقي يدير دوائر الدوله، ولا يوجد زعيم حقيقي يدير المصانع والمعامل. حقيقه الامر عندنا مصانع معطله في بغداد ما يقارب 55,000 مصنع بين صغير وكبير ومتوسط. المصانع المعطله تراكمت على الحكومه، لكن لا يوجد رجل اقتصادي وصناعي يدير هذه المصانع من قبل الدولة. عندنا استيراد اليوم، مفتوح باب الاستيراد للدول، من الصين البرغن نستورده، الإيران ما شاء الله مهيمنة على المعامل مالتنا، لا تفتح مصنع اليوم يطقونك بسبب الذيول التبعية. لكن احنا الناس الوطنيين والاختصاصات والكفاءات
بجهودنا بسواعدنا سنبنى العراق. هناك مختطفين من المحافظات، أين الأمم المتحدة للتدخل بالعراق؟ نحن لا نتكلم باسم المتظاهرين، نحن ناشطين، فرد من هؤلاء الأفراد. نحن نريد من الأمر بقتل المتظاهرين. هل الأمر القناص؟ هل هو قائد القوات المسلحة؟ أو هناك أجندات تتحكم برئيس الوزراء؟